تعد هجرة الأدمغة من أهم العقبات التي تعترض محاولات روسيا لتحديث اقتصادها، ورغم أن المشكلة ليست جديدة إلا أنها باتت تؤرق المسؤولين وصناع القرار في موسكو. وزارة التعليم أطلقت مؤخرا برنامجا لمحاولة إعادة أكبر قدر من العلماء والخبراء الذين هاجروا والحد من هجرة طاقات علمية جديدة من البلاد. هذه الطالبة في جامعة موسكو تقول إنها ستذهب إلى الخارج في حال قررت مواصلة دراستها العليا، لأنها تعتقد أن حكومة بلادها لا تخصص ما يكفي من المال لتطوير العلم. قطاع التقنيات الروسي يعاني من مشكلة هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج، ففي العام الماضي هاجر نحو 48,000 مختص روسي للعمل في الولايات المتحدة، لكن روسيا عانت بالفعل من موجات أخرى من الهجرة، ولكنها كانت لأسباب أخلاقية وفقا لهذا الصحفي بصحيفة نوفايا غازيتا. أتذكر بأنه كانت هناك هجرة في السبعينيات عندما هاجر اليهود من الاتحاد السوفيتي، وكذلك في بداية التسعينيات عندما ترك الكثير من الناس البلاد من أجل الجنز الأزرق. ولكن الآن عندما تذهب إلى موسكو تجد سروال الجنز في كل مكان، فاليوم الناس يهاجرون من أجل نسمة هواء نقية، إنهم يهاجرون من أجل القيم. وحسب بيانات الأمم المتحدة فقد هاجر من روسيا نحو 3 ملايين مختص وعالم منذ العام 92، ولعبت الفوضى السياسية وتراجع مستوى الحياة دورا رئيسيا في هجرة العلماء في بداية التسعينيات. سوف أحاول العيش في الخارج، أنني لا أحب الطريقة التي تتطور بها السياسة في روسيا، حيث لا يوجد حزب يمثل الطبقة المتوسطة. أنا لا أحب أيضا الطريقة التي تتطور بها الاقتصاد، لأنه ليس هناك مكان خارج موسكو حيث يمكنك العمل مقابل راتب محترم. والسبب الثالث هو المشكلة مع المحاكم، لأنه لا معنى للعدالة في محاكمنا. وتعد روسيا من أهم البلدان المصدرة للموارد البشرية المبدعة. العديد من زبائني لا يريدون استثمار أموالهم هنا، إنهم يريدون استثمارها في الخارج. كذلك لا يرغبون في إرسال أبنائهم إلى المدرسة هنا، بل يريدون إرسالهم إلى الخارج. إنهم يرون هذه البلاد باعتبارها شرا لا بد منه. وبسبب الهجرة فإن روسيا قد تفقد 15 مليون شخص من إجمالي عدد سكانها حتى عام 2030.